السلام عليكم. صاحبة الصورة هذه اللي ظاهرة بالفستان الأسود في 2018 كانت تجرب مجموعة من الفساتين وأرسلت الوحدة من صاحبات هالصورة وقالت إيش رأيك في الفستان هذا، بحضر فيه حفل. الرسالة بالخطأ راحت لشخص ما له علاقة في الفستان ولا هو صاحبته، فيه رقم أخطأت في رقم شيء، المهم أنها أرسلت الصورة. وصلت الصورة للرجل هذا اللي مباشرة تفاعل مع الرسالة ورد عليها، وصارت قضية كذا لطيفة بسبب الصورة وبسبب الإرسالية هذه. الرجل استقبل الرسالة بلطف وكتب لها زي ما تشوف، هذه الرسالة هي فعلا من حساب البنت في الفيسبوك، فرد عليها قال أنا مصدق أنك أرسلتي وبتستشيرين صديقتك، لكن زوجتي خارج البيت وأنا وأولادي الستة نشوف أن الفستان جميل ولايق عليك واحضري الحفلة، وأعطاها كلام لطيف وأرسل لها الرسالة وأرسل صورة أولاده مؤيدين أن الفستان جميل على البنت وأرسلوها لها. حضرت البنت الحفل وانتهى الموضوع يعني من الرسائل والخطأ، لكن أخذت رسائل الرجل اللطيفة وصورة أولاده وحطتها في حسابها في الفيسبوك، بدأ الناس يتفاعلون معها وكانت القصة لطيفة زي ما نقول ترند حصل عندهم. الشاهد أن الناس لاحظوا أن صورة الأطفال اللي أرسلها الرجل قال أنا وأولادي الستة مؤيدين، أنهم كانوا خمسة بس ما هم ستة، فبدوا يستفسرون بشكل عادي وين السادس، وين الطفل السادس اللي أيد. طلع الطفل أصلا اللي كان مختفي محتجز أو منوم في مستشفى أجاركم الله للسرطان وناقصوا $10,000 علشان يأخذ الجرعة أو العلاج. تفاعلوا كل الناس اللي في حساب البنت، جمعوا للرجل $23,000 وأعطوه اللي يعالج فيها ولده. نيجي الآن لما يستفاد من القصة، أجل الفقرة اللي حب اللي ما يستفاد، إذا جيت تجرب لك فستان ولا لبس جديد تأكد أول شيء لمين ترسل، شيء ثاني تأكد أنه كل شيء في الكون يدور بدقة متناهية محسوب، ما في شيء مصادفة. أنت دائما خلك لطيف في كلامك وفعلك وتصرفك، والله هيئ لك أسباب الفرج. وفي الموروث الإسلامي قصة المرأة اللي سقت الكلب وأدخلها الله الجنة، فدائما خلك جاهز للناس بالكلمة اللطيفة بالتعامل اللطيف، تلقى النور والفرج وكل التيسير يجي لحياتك بطريقة أنت ما تتصورها ولا تدري كيف، زي الرجل هذا اللي أعطى البنت كلام لطيف والله سخر له كل المتابعين وأعطوه قيمة علاج ولده. فأنت دائما في حياتك خليك زي كذا، خليك دائما محسن النية وخلي كلامك لطيف وفعلك لطيف والله يلطف بك.